السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. زيادة في عدد الذكور أو نقص في عدد الذكور يسبب البيض الفارغ، فزورة دي ولا إيه؟ لا مش فزورة، هنشوف مع بعض ونقول لحضرتك إزاي. زي ما حضراتكم شايفين الذكور دول ذكور بتعاركم اهم، لو في طبعا الحمام السايب احنا بنتكلم في الموضوع الزيادة ده او النقصان ده في الحمام السايب، لكن كل جوز لما بيكونوا في عين ما بيحصلش المشاكل دي. كان في سؤال في التعليقات على فيديو سابق بعنوان، الفيديو كان بعنوان بيض الحمام الفارغ اخر الحلول للمشكلة، هتلاقي الفيديو في علامة الاي اللي هتظهر دلوقتي عند حضرتك او نحطها في صندوق الوصف يعني اللي تحت الفيديو. بيقول ايه في السؤال؟ السؤال بيقول اللي هي تقريبا سيدة اللي بتقول ان هي عملت كل حاجة ومازال بيض الحمام عندها بيطلع فارغ. كان اخر الحلول ان احنا كنا بنقص الريش اللي هو في حجر الحمامة، لكن هو بتقول عملت كل ده ومع ذلك ان لسه عندها بيض فارغ. رديت على السؤال بسؤال سألتها يعني ان هي مربية الحمام في عيون، كل جزء في عين لوحدهم او ذكر وانتهى يعني، او الحمام سايب زي حمام بتاعي كده. قالت لا ان الحمام سايب. من هنا عرفت السبب ان شاء الله. شوف يا سيدي، ميزة التربية في عيون الحمام انك احنا بنتلافى الموضوع ان هو المعارك اللي بين الذكور اللي زي كده بنتلافاها تماما اهو، بيكون كل جوز مهيأ في العين. يعني لو تخيلنا ان دي عين مثلا فيها جوز مقفول عليهم، مفيش حاجة بتتعارك معهم. شوف انا حاطط لها تلات بيضات، هي مش بيضاتها يعني، حد يقول الحمام بيبيض تلات بيضات؟ مش حمامة بتبيض اكتر من بطين اهو، ده لو هو مقفول عليهم العيون. لكن ده هو ده كان بوكس ارانب، انا يعني مفضوضة الارانب فانا استخدمته يبيضوا فيه ويطلعوا فيه يعني. لكن لو هو مقفول عليهم كده في حاجة ممكن تعوقهم عن التكاثر؟ مفيش. اما الحمام السايب لو في ذكر واحد زيادة بيعكر صفو عملية التزاوج دي وبيهجم دايما. كلنا بنشوف اثناء التزاوج الذكر والانثى بيجرم يهجمهم عليه الذكورة يمنعوه من اتمام عملية التزاوج، وده بيسبب عملية البيض الفارغ. او لو في نقص في الذكور، لو في نقص في الذكور زي ما هي السيدة اللي بتسأل السؤال بتقول هي مش عارفة، هي مربياهم وبتقول ان هما بيبيضوا تلات بيضات واربع بيضات، بتقول الحمام بتاعي كويس وبيبيض تلات بيضات واربع بيضات. من هنا عرفنا وتأكدنا ان هما فعلا نتايتين وان فيها عندها نقص في الذكور. يبقى نقص الذكور بيعمل نفس المشكلة، وزيادة برضو في الذكور بتعمل نفس المشكلة. زي ما رجعنا للحمام السايب ده موجود عند معظم المربين، اللي هو محدش بيربي في العيون لان العيون مكلفة يعني، العيون السلك اللي هي الجديدة دي بتبقى مكلفة. الذكر بيجي يكسر النتاية فبيهجموا عليه ويضربوه، وفي بعض الاحيان يكون المكان واسع ومناسب جدا لكن عندك الذكر الزيادة واتنين هما اللي بيعملوا المشكلة دي. فانت تأكد دايما، تأكد دايما ان الحمام عندك كل الحمام ذكر وانتهى، ذكر وانتهى، ما يكونش فيه ذكورة زيادة. تمام. يعني لازم حضرتك يكون عندك مكان تعزل فيه الذكورة الزيادة. لو عندك ذكر زيادة تقومت ايه، يكون عندك سلاكة او بوكسة صغيرة كده تحبس فيها الحمام الزيادة على بال ما تبقى تشوف للذكر ده انتهى. يعني الحمام الفرداني كله تشيله اللي تلاحظ ان هو عندك ذكر زيادة تاخده بعيد عن الحمام، عشان ده اللي بيعكسهم. حتى لو طلعوا زغليل بيمنعهم من تصغيط ولادهم كده، بتهيئ المكان اللي عندك تماما للحمام اللي هو اللي شغال عشان يتكاثر
ليه انا قلت نقص الديكور في اخر سبب؟ لان معظم المتابعين للقناة ما شاء الله يعني افضل مني في معرفة الذكر من النتاية، فيبقوا عارفين يعني زي ما قلت هي دي الاسباب اللي ممكن تسبب مشكلة البيض الفارغ. اذا كانت صحة الحمام جيدة ومفيش اي فيه مشكلة وبيتغذى التغذية السليمة اللي ورناها لحضراتكم قبل كده، وبنحط له التحديق المناسب والفيتامينات اللي احنا قلنا عليها السيلينيوم والجروفيت، يبقى مفيش اي مشكلة غير هو كده. ودايما ما تنساش تقص الريش اللي في حجر الحمامتين اللي عملناه في فيديو سابق قبل كده، اللي هنحطه لحضرتك برضو في صندوق الوصف، اللي هو قص الريش اللي بيمنع اتمام عملية التزاوج بطريقة صحيحة. كده ردينا على سؤال اللي جه في التعليقات اللي بيقول انه عمل كل شيء او هي عملت كل شيء ومازال الحمامة عندها بيطلع البيض فارغ. لو عندك نفس المشكلة شوف الفيديو ده، اطلب من حضراتكم عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وما تنساش تفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.